هنعمل خلية النحل بالفراخ. حشوة النهاردة من الحشوات اللي ينفع نجهزها ونشيلها رمضان، تمام؟ فنركز فيها ونحطها في الفريزر، هتنفعنا في حاجات كتير جدا الأيام الجاية إن شاء الله. نقول بقى المقادير. عندنا 5 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، 5 معالق كبار من المايونيز. العجينة دي يا جماعة خاصة بيا أنا، فعجينة المايونيز دي على طول بصوا يعني حلوة جدا جدا، هتجربوها حلو وحادق، هتنفع معاكم في كل حاجة. عندنا كمان 1 كوباية من الزبادي، 1 كوباية مش علبة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، ومية دافية هنعجن بيها. الحشوة بقى اللي أنا بقول عليها النهاردة اللي هتنفعنا في حاجات كتير وينفع نخزنها في الفريزر، هتبقى عبارة عن 0.5 كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات صغيرة، 1 كوباية من فلفل الألوان، عندنا كمان بصلة مفرومة، 2 كبار من الصلصة، و2 كوبايتين جبنة موتزاريلا وشيدر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ وملح وفلفل أسود، تمام؟ وهندهن وش الخلية النهاردة ببيضة ورشة سكر ورشة قهوة سريعة الذوبان، وكمان 2 كبار من اللبن. هنشغل البوتاجاز بتاعنا علشان نبدأ نعمل الحشوة، وعلى ما يسخن تعالوا بينا نعجن. نقول بقى مقادير العجينة تاني. العجينة دي بجد وهمية، بتطلع تحفة جدا وتنفع حلو وحادق، ومحدش يستغرب ان المايونيز بيتحط في الحلو والحادق، تمام؟ وكل اللي جربوها الحمد لله الحمد لله شكروا فيها جدا جدا. بداية كده احنا عاملين خلية نحل عشان تلحق تستوي معانا اهي. انا عايزه بس شويه حبه البركه نحطهم على الوش بتاعها، هي طبعا خمرت وتضاعف حجمها، ودهناها بالدهان اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن بيضه، رشه قهوه سريعه الذوبان، ورشه سكر، ومعلقتين لبن، خفقناهم كويس جدا مع بعض ودهنا الوش زي ما انتم شايفين. هحط لها بس حبه البركه وندخلها الفرن، تمام؟ يلا بينا بقى نجيب بوله ونعجن فيها. يبقى قلنا 5 كوبايات من الدقيق، ودقيق يكون متعدد الاستخدام ومنخول كويس. بسم الله. طيب عندنا 2 معالق خميرة، والخميرة لازم نكون متأكدين من صلاحيتها وفعاليتها، ضروري جدا علشان أتأكد إن العجينة بتاعتي هتطلع كويسة. وحط 2 معالق كمان من السكر، وعندنا بقى المايونيز، و1 كوباية من الزبادي مش علبة زبادي، تمام؟ هحط رشة الملح حوالي 0.5 معلقة صغيرة، وأقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض، وبعدين ننزل الزبادي والمايونيز، ونحضر جنبنا مية علشان نعجن بيها والمية تكون دافية. ومعانا مدام هيام، أهلا وسهلا. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ يا ست الستات، الله يخليكي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. ربنا يكرمك، تسلمي ويكرمك يا روح قلبي يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويديكي الصحة والعافية يا حبيبتي. وإياكي يا روحي وإياكي إن شاء الله. الله يكرمك، كل سنة وأنتِ طيبة، كل ثانية وأنتِ طيبة. وأنتِ طيبة. وكل النور اللي في بيتك كده يملأ بوجودك جنب ولادك. ربنا يعزك وإياكي يا قلبي والله، تسلمي لي. وتسلم لي دعواتك الحلوة دي، اللهم آمين يا رب. تسلمي يا حبيبتي، ويخلي الأستاذ خالد دايما كده ما تتحرميش من طلته لكي. ربنا يخليكي ليا يا رب، وما تحرمش منك ابدا. الله يكرمك يا حبيبتي، ده جوز اختي ده. ربنا يخليكي ليا والله، اكيد شرف ليا. الله يخليك يا حبيبتي، انا بشكر مضيف ايه على اخلاقها العاليه حبيبتي. ميرسي. وبشكر كل القائمين على القناه، وبقول للشيفات كلهم كل سنه وهم طيبين. وانتي طيبه. والمشاهدين الكرام، ويجعلوا يا رب رمضان مبارك على الاسلام. آمين يا رب. جميعا يا رب. امين يا رب، امين يا رب يا مدام هيام، نورتيني واسعدتيني. اتفضلي. الله يكرمك، ما شاء الله عجبني قوي الجلاش اللي باللحمه. انا بعمل نفس ده بس بقى بالمكسرات او سوداني وكده. اه حلو. وبحطه ايوه يعني حللك دنيتك. الله يخليك. وبحطه بطول الصينيه. الله. واروح مجزقه واروح ايه سايل شربات او حاجه، بتبقى نفس الموضوع. الله ينور عليك. تسلمي لي يا حبيبتي. احنا حدقناه النهارده، عملناه حادق. ينور عينيك يا حبيبتي. الله يخليك، تسلمي لي، تسلمي لي يا روحي، ونورتيني واسعدتيني. يلا بينا ندخل خليه النحل. هنحطها على الرف القريب من الفرن، القريب من الأرضية، تمام؟ أنا هنزله دلوقتي على الرف القريب من الأرضية علشان يتحمر من تحت، وبعد ما ياخد لون من تحت بنشغل الشواية علشان ياخد لون من فوق، تمام؟ وتعالوا بينا نعجن بقى.
العجينه بتاعتنا، حطينا ايه؟ حطينا 5 كوبايات دقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، قلبناهم مع بعض، وحطينا بعد كده 5 معالق كبار مايونيز، وكمان علبه كوبايه زبادي، مش علبه زبادي، تمام. انا هجهز بس معايا الميه. والميه تكون دافيه مش ساقعه، فانا هحط خليط كده من الميه السخنه والميه البارده، تمام. ويلا بينا بقى نعجن. هعجن الاول بالزبادي والمايونيز، وابتدي احط الميه على حسب ما العجينه تاخد معايا، ممكن تاخد كوبايه، ممكن اقل، ممكن اكتر، تمام. زي ما اتفقنا، عجينه المايونيز من العجاين الرهيبه، يعني بجد انا بس مسميها العجينه السحريه، هتعملي بيها كل حاجه واي حاجه، هتديكي نتيجه فوق الروعه. اهم حاجه الخميره بتاعتي تبقى خميره قويه وتكون فعاليتها كويسه، وكمان العجن بتاعي يكون عجن كويس وياخد مدته علشان العجينه تطلع معايا هشه ومش مكتومه. يلا نعجن. ومعانا مديحه، اهلا وسهلا. الو، الو، الخط فصل، احنا اسفين، حاولي اتصلي بينا تاني يا حبيبة قلبي. يبقى خطوة مهمة جدا، او من اهم مكونات العجينة، الخميرة. الخميرة يا جماعة ليها عامل كبير جدا في نجاح اي معجنات، تمام. يبقى الخميرة نوعيتها تكون كويسة، ونعجن كتير وحبة بحبة لغاية ما الاقي العجينة معايا قوامها قوام معقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا تليفون. الله يسلمك، اهلا وسهلا. الو، شيف فاطمة معايا؟ ايوه. ازيك يا شيف فاطمة، عاملة ايه؟ الله يخليكي، الحمد لله تمام، الحمد لله. ام شيماء معاكي من اسكندرية. اهلا اهلا باهل اسكندرية الحلوين. الله يخليكي يا حبيبتي، واحنا بنشكرك ما شاء الله على حاجتك كلها، بسم الله ما شاء الله، الله جميلة. الله يخليكي، تسلميلي يا قلبي، تسلميلي والله ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك ويقويك يا رب. حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق والله. ربنا يخليك يا شيف فاطمه، وكل سنه وانت طيبه، وربنا يبارك لك في عيالك يا رب. يا رب يا حبيبه قلبي، واياكي ان شاء الله. ربنا يخليكي. انا بطلب منك معلش طريقه الكاتشب. حاضر، عينينا. واللانشون الفراخ ولانشون اللحمه بس كده. حاضر. اه معلش عشان احفادي بقى. ربنا يبارك لك فيهم يا قلبي، وتعيشي وتعملي لهم يا رب. يا رب يخليكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ربنا يعزك وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وكل اهالينا في اسكندريه بخير يا رب، حبايبي كلهم. طيب، عجننا وعجننا كويس جدا. اعجني بقى مده ما تقلش عن 7 دقايق على الاقل، يعني لو اكتر طبعا هيبقى النتيجه احسن. اهم حاجه ان العجينه يبقى قوامها لين، ما يكونش قوامها يابس. طبعا دي لسه ما اتعجنتش خالص، بدليل ان هي بصوا شكلها عامل ازاي، مش ملسه ولا بصوا مجعده خالص كده، فلا ما ينفعش، لازم نقعد نعجن فيها لغايه ما العجينه تبقى ملسه خالص معانا ومططيه كده علشان تدينا نتيجه كويسه. بس عشان الوقت بقى هبطل وهوقف على كده. بعد ما بنعجنها بنغطيها ونسيبها تخمر فترة علشان تتفاعل بقى الخميرة بتاعتنا وتدينا نتيجة كويسة. وبعد ما تخمر هجزقها بالشكل ده كور واسيبها ترتاح. وتعالوا بينا نعمل الحشوة. الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا، فراخ متقطعة مكعبات. احط شوية زيت هنا يسخنوا كويس جدا، ويلا بينا ننزل بقطع الفراخ بتاعتنا اهي. حاولي ما تكونش فيها ميه، ويلا بينا نديها تشويحه كويسه. مهم جدا ان الماده الدهنيه اللي انا حطاها سواء سمنه او زيت على حسب المتوفر تكون سخنه جدا. بسم الله، يلا. وهنعصج الفراخ. افرديها كده في الصينيه عشان كلها تلامس الطاسه، فتتشوح على طول وتقفل المسام بتاعتها على طول. بعد ما اللحمه تتشوح هنضيف لها ايه بقى؟ هنضيف لها البصل والبهارات. نقل دول بس هنا كده. ومعانا فاطمه، اهلا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا بطوطه؟ انا بحبك قوي يا شيخ.
الله يخليكي، تسلمي لي يا رب. واطي التلفزيون. حاضر. انا كنت عايزه فرنسي الجاتوشه كده. حاضر يا حبيبه قلبي، عينينا ليكي. ماشي، شكرا لحضرتك. ماشي قلبي، نورتي. كل اللي عندك. ميرسي يا حبيبتي، كمان هما بيشكروكي، تسلمي لنا يا رب. احنا كده معانا كام وصفه عايزين النهارده ننزلهم، مذاكرين؟ ها مين معايا؟ كاتشب. ايوه برافو عليكي، وجاتو شاتو. يلا بسرعه بقى. يلا بصوا، علشان الطاسه كانت سخنه جدا والفراخ ما فيهاش ميه والنار عاليه، خلت الفراخ ابتدت اهي تاخد لون كانها مستويه ومفيش ميه نزلت في ارضيه الطاسه، وده مهم جدا وضروري علشان تطلع معاكي الفراخ بعد كده طريه وحلوه جدا. وما نقلبش كمان كل شويه. لما الاقي ان الفراخ تمام، هنغير اتجاهها علشان تاخد لون من كل الاتجاهات. بصوا هنغير الصينية وهنزلها تحت قريب شوية للأرضية علشان تستوي من تحت كمان. بسم الله. تمام جدا، ونلفها بقى. يلا ونخليها تكمل تسويتها. وادي الفراخ بتاعتنا خلاص قربت او خدت شكل ان هي مستوية بالفعل. هنزل على الفراخ بالبصل والبهارات بقى. زي ما اتفقنا ان الخلطة دي ينفع اعملها بكمية وفي اكياس بقى بتاعة التلاجة واحطها في الفريزر، هتقعد معايا طول شهر رمضان، احشي سمبوسك، احشي جلاش، احشي فطاير للسحور او للفطار. بصي هتنفعك في حاجات كتيره جدا، على وش البيتزا ماشيه معانا في حاجات كتير، فمن الحاجات اللي هي هتوفر لك وقت كبير ومواعين ومجهود وحاجات كتيره قوي. طيب هنحط بقى بهارات الفراخ. احنا كده شوحنا الفراخ كويس وبعدين حطينا البصل، وادي البهارات، واحط كمان الفلفل الاسود، وهاجل الملح شويه. ويلا بينا نقلب. وريحه البهارات طلعت جميله. تمام جدا. طيب هنطلع فاصل صغير تمام على ما البصل يتشوح شويه مع الفراخ، ونرجع نشوف هنكمل ونعمل ايه مع بعض. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، والفراخ بتاعتنا زي ما هي، هي والبصل على النار اتشوحوا. بصوا مفيش اي سوائل ولا اي حاجه، زي الفل كده. كان ناقص لنا الملح، هنضيف الملح بتاعنا على قد طبعا الكميه اللي بنعملها، واحط كمان الصلصه، ونقلب كله مع بعضه، ونحط الفلفل كمان بتاعنا، فلفل الوان متقطع مكعبات. الخلطه دي تحفه جدا، زي ما قلت لك هتنفعك في حاجات كتير قوي قوي. لما تتحط في كيس في الفريزر هتطلعي وتحشي على طول، هتبقى موفره لك يعني شويه المواعين اللي اتعملوا دلوقتي وكمان شويه وقت، فحاجه لطيفه جدا تبقى عندنا في الفريزر. تمام يلا بينا بقى. هي كده خلاص اتظبطت مع بعضها، ريحتها بجد تحفه جدا. سيبيها بقى تبرد خالص، وبعد ما تبرد ضيفي لها الجبنه. تمام، ونشوف الخليه اللي احنا نحشي بيها جلاش، ونحشي بيها، قلنا نحطها على وش البيتزا، تنفع اي فطاير دي ينفع تحشيها بيها، السمبوسك يا جماعه، حاجات كتيره جدا جدا هتنفعنا فيها.
حلوة قوي. ودي الخلية اللي استوت، بصوا لونها تحفة، والعجينة مش قادرة أقول لكم هي قد إيه هشة وجميلة جدا. تعالوا بينا بقى نشكل العجينة بتاعتنا. زي ما قلت لك من المفترض ان انا اسيب الخلطه دي تبرد خالص قبل ما اضيف الجبن، لاني لو ضفتها دلوقتي وهي سخنه الجبنه هتمط، فمش عايزه اخسر المطه دي وهي لسه ما دخلتش الفرن، تمام؟ بس عشان زي ما اتفقنا احنا عندناش وقت نستناها تبرد، فانا هاخد كده جزء احاول اهديه شويه واضيف له شويه جبن وابتدي احشي. عايزاكم تجربوا الحشوه دي لما تشلوها كمان في الفريزر قد ايه هتنفعنا في حاجات كتيرة جدا. يلا عجنتنا خمرت وكورناها، هنجيب ايه النشابة، تمام، وعندنا صينية جاهزة اهي مجهزينها ودهنينها علشان نرص فيها على طول. ومعانا مين؟ ليندا. ازيك يا ليندا؟ الحمد لله كويس. ازيك؟ اخبارك؟ الحمد لله. ايه الاسم الجميل ده؟ الحمد لله مبسوطه جدا اني سامعه صوتك وبكلمك. والله انا مبسوطه اكتر بيكي والله العظيم. منوراني. ربنا يخليكي حبيبتي. خليكي قلبي. اتفضلي. كنت عايزه اسال عن العجينه اللي عاملاها اليوم. ايوه. كانت يعني جميله جدا شكلها كده. عايزه اسال تنفع يعني السينابون ولا لا؟ تحفه، مش قادره اقول لك هي هتبقى تحفه قد ايه. هتبقى جميلة جدا. وكمان للدونت، بصي حلو وحادق اعمليها وجربيها وهستنى رأيك، تمام؟ اعمليها وعلى ضمانتي. نورتيني يا ليندا. بصوا بقى يا جماعة، حشينا الكورة وهنبتدي نرص خلية النحل بتاعتنا. هبص بس كده على الجلاش اخباره ايه، شغله بيستوي زي الفل، البرد عامل عمايله. تمام، الله يسلمك، ميرسي يا استاذ حمدي. تمام، يبقى بناخد كرة ونفردها بالشكل ده، واخد بقى معلقة حشوة حلوة كده ونحطها في النص، تمام، ونبتدي نقفل الكرة بتاعتنا كويس قوي قوي، ونخلي القفلة من تحت كده. بصوا بالشكل ده قد ايه العجينة طيعة جدا ولينة في ايدينا، عارفين نشكلها براحتنا خالص. لما تيجي ترصي بقى خلية النحل سيبي فرق بسيط عشان لما يخمر يمسك في بعضه يديك الشكل اللي هو زي اللي مستوي بالظبط ده، تمام؟ يلا واحدة كمان، هستنى تعليقاتكم على الحشوة عشان تفرزوها، وكمان عايزة أعرف رأيكم في العجينة بعد ما تجربوها. تمام جداً، ونقفل كويس ونخلي التقفيلة من تحت عشان الشكل العام يبقى مظبوط كده. ويلا بينا بقى هنطلع فاصل صغير وانا هكمل خلية النحل وارجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. رجعنا لكم تاني. شفتوا خلية النحل بالفراخ شكلها تحفة جدا وطعمها كمان جميل، تنفع في الغداء حلوة جدا جدا، وتنفع طبعا عشاء. خدتوا بالكم من الكفتة بالجلاش؟ شايفين شكلها جميل قد ايه، حتى في تقديمها شكله شيك جدا، يعني عملت كفتة وجلاش في نفس الوقت بشكل وتقديم مختلف وطعم اكيد جميل جدا ان شاء الله. تعالوا بينا بقى، بصوا انا خلصت خلاص هنا خلية النحل اللي احنا كنا شغالين فيها، هنسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هندهنها زي ما قلنا ببيضة ورشة سكر ومعلقتين لبن كبار وكمان رشة من القهوة سريعة الذوبان، هنربهم كويس مع بعض وندهن الوش، وبعدين نحط حبة البركة وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف القريب من الأرضية لغاية ما تاخد لون من تحت، وبعدين نشغل لها الشواية من فوق، تمام؟ هنسيبها بقى تخمر وبعدين ندهنها.